اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم حاجه تفقع. النهارده وزي ما عودناكم معانا اخبار كتيره تفقع، ما تيجوا بينا نشوف الفقعه الاولى. ارتفاع اسعار يميش مكسرات رمضان، يا صلاه النبي. الصنوبر 800 جنيه، اللوز 300 جنيه، البندق 280 جنيه. على كده احنا هناخد المكسرات بالتقسيط دي وعرفناها، انما الفلفل الاسود 190 جنيه. ليه؟ هنفلفل العزول؟ حاجة تفقع. بمناسبة رمضان معانا حوالي 38 مسلسل هيتعرضوا خلال الشهر الكريم. المهم ان ميزانية المسلسلات دي 1,600,000,000 جنيه. شعب متدين بطبعه، حاجة تفقع. يا صلاة النبي، اخيرا خدنا المركز الاول على مستوى العالم في حاجة، بس في الطلاق. ده تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بيقول ان عندنا حالة طلاق كل 4 دقايق و4,000,000 مطلقة. السبب مواقع التواصل الاجتماعي، عشان كده البلد اتقلبت لما الواتساب اتقفل له كام ساعة، حاجة تفقع. جامعة السادات هتفتح تحقيق عشان فيديو الرقص اللي حصل جوه الحرم الجامعي واللي انتشر الفترة اللي فاتت. مرة فيديو جوه الحرم الجامعي، ومرة دكتورة بترقص، ومرة طلبة مدارس جابوا حفلة رقص ستريبتيز جوه المدرسة. انا بقترح ندخل الرقص جوه المجموع، حاجة تفقع. اخر فقعة معانا النهاردة، 45 جنيه أجرة الدكتور النبطشية الزيادة في المستشفى. يعني أمه بعد 7 سنين تعب ومذاكرة كمان بيصفصفوا على 40 جنيه. يا وكستنا، ده يا دوب تجيب بوم بطيخة يا ابني.